إذن متتبعين قناة أبو إسلام، معلومات مفيدة، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نديرو فيديو على الماكينة ديال الصابون أو اللابادورة. غادي نديرو جميع المراحل ديال التركاب ديالها، وكذلك السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس في عبر شبكة التواصل الاجتماعي، على علاش الماكينة الصابون أو اللابادورة كتفيبري ملي كتكون كتنشف. إذن غادي نشوفو الجواب ديال هاد الأسئلة كاملين إن شاء الله اليوم بجميع المراحل ديال التركاب ديالها. ومن طبيعة الحال إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالي، ما تبخلش علينا، تأبونا، دير جيم ودير المشاركة وعاونونا، حنا مازال في البداية إن شاء الله. إذا متتبعينا، أول خطوة كنديروها ملي كنجيبو الماكينة ديال الصابون، من بعد ما كنفتحو ليها لومبالاج ديالها كنمشيو لهاد المسامر هادو أولا التورنيوس أولا الفيسات، عندها أربعة، هما اللي كيجبرو أولا كيشدو المحرك أثناء السفر ديال الماكينة. أول حاجة كيجيبو هاد الساروت هذا، كنفتحو هاد المسامر هادو بهاد الطريقة هادي، يعني في الأول كيجيو قاصحين، نمشيو معاهم شوية بشوية بطريقة دائرية. المسمار الأول كنجيبو هاد لي كاش هادو، كيجيو في ميكاد لومبالاج، كل وحدة كنثبتوها في البلاصة ديالها بهاد الطريقة هادي. طريقة سهلة جدا، يمكن أي واحد يديرها. المرحلة الثانية كنشوفو يعني لا صورتي الخرجة ديال الماء، كنمشيو كنثبتوها مع القادوس هنايا، وكنديرو هاد الدائرة هادي. هادي كيخصنا نديروها مرتفعة شوية على يعني على الماكينة، واحد 5 سنتيم أو 10 سنتيم على الماكينة. من بعد غادي نشرح لكم هادي الطريقة بالضبط. يعني ملي كنديرو القادوس ديالنا هو ثبتناه، ديك الساعة ملي غندوزو الحالة الثانية كنجيبو دخلات الماء، دخلات الماء هي هادي، هادي كتجي هادي اللي عوجة، هادي اللي عوجة عندها الراس عوج، هي اللي كتجي جهة الماكينة هي هادي، والجهة الأخرى اللي معوطة ولا مسرحة كتمشي جهة الروبيني. الإشارة ديال روبيني داري، هو من نوع ديال التروكار، واللي كيخدم لماكينة الصابون. غتمشي مثلا تشري روبيني كتقول لي عطيني روبيني تروكار، اندومي على تروكار، كنزيرو مزيان. يعني هذه هي أصعب مرحلة، هي ملي كنبغيو ندخلو الماكينة ديالنا يعني في المكان ديالها. كنديرو هاد الاتجاه الاخر، كنديرو هنايا نزيرو مزيان. يعني هادي ما كنستعملو لا سوات لا والو، كنزيروها بيدينا. من بعد كنديرو الخيط ديال الضو،
كندخلوا الخيط ديال الضوء. يعني ديال المتتبعين ملي غنكونوا حنا ثبتنا الماء لونطري الماء ولا صورتي وثبتنا الضوء وقالنا المرحله باش ندخلوا الماكينه لبلاصتها، واول حاجه خصنا نثبتوا الرجلين. الرجلين كيجيو مفوتين ولا الارض مفوته، يا احسن طريقه هي نخدموا ميزان الماء. نجيبوا ميزان الماء اللي هو هذا، كنحطوه يعني على الماكينه بجميع الاتجاهات، وكنجيبوا الرجلين كنبقى نهبط ونطلع في الرجل حتى كيبان لينا الميزان، ميزان مصوب حتى كيبان لينا الميزان على هذا الشكل. في حاله ما الناس اللي ما كيعرفوش الميزان او لا ما عندهمش الميزان، يمكن ليه يبدا يزير في الرجلين حتى تبقى الماكينه ما كتزازاش، تكون الماكينه واقفه كيتسمى ديك الساعه راه هي واقفه صافي ميزان. اذا المتتبعين كيبقى لنا ندخلوا الماكينه، واول حاجه اللي بغا يعني ما الافضل كنشريو هذا الغشاء هذا باش كيحمينا الماكينه ديالنا من الصدى ومن الماء يعني ومن الصدمات. الغشاء موجود وبواحد الثمن اللي هو رخيص، حنا غادي ندخلوه سهل، طريقه سهله جدا. اذا ندوزو للمرحله الاخيره والجواب على السؤال علاش الماكينه ملي كتقول كتنشف يعني كتفيبري. هي في الحقيقه في بعض المواكن كيجيو مع هاد القطع، هادو كيجيو جوج قطع، هذا كنثبتو من تحت الرجلين، وفي حاله ما كايناش هاد القطعه كنقدروا نصنعوها بيدينا اولا مثلا تلفات اولا تقطعات اولا كنجيبو الكاريط الحرش اللي هو احمر اللون ديالو احمر، كنجيبو كنقطعوه كنصنعو منو جوج قطع متساويه. كنقطعو بهاد الطريقه هادي، كنجيب واحد الطرف ديال الكاريط القطعتين هما هادو كاريط الحرش الأحمر. دابا غادي نجيبو الكورة، كنجيبو الكورة يعني الكورة اللي كتخدم للصبابات أولا الطابيسيرين، كندهنوها شوية بهاد الطريقة هادي، كنجيبو الأخرى كندهنوها باش تلصق لينا مع الأرض. اذا هاد القطع هادي ملي كنديروا ليها الكولا كنجيوها كنثبتوها من تحت الرجلين القداميين للماكينه، لان هاد الكاريط هو اللي كيمنع الانزلاق ديال الماكينه وكيعاونها على الثبات. ملي كنساليو كنشوفوا الماكينه واش كتحرك ولا زاقيه في بلاصتها، الا كانت كتحرك كنجيبو الساروت كنقصو وكنزيدو حتى كتبان لنا الماكينه زاقيه ونحركوها بجميع الاتجاهات ما خصهاش تحرك. اذا هذا هو السر ديال الفيبراسيون ديال النشافه، كيكونوا الرجلين يعني كيزلقوا، اول حاجه كيزلقوا على 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 الجليج، وثاني حاجه كيكون ديكيليبراج. اذا متتبعينا بهذا الشيء هذا نكونوا حنا ثبتنا الماكينه ديالنا وركبناها بالطريقه الصحيحه. يعني ما ننساوش قبل ما نخدموها كي خصنا نطلقوا الماء، يعني ما ننساوش الروبيني مسدود خصنا نطلقوه ضروري. والحلقه الجايه ان شاء الله غادي نديروا الطريقه كيفاش السيستيمات كامله غادي نديروا عليهم درس ان شاء الله في مراحل. ودعمونا ديروا لنا لايك، اشتركوا معنا باقي الجديد ان شاء الله.